بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بصوا انا عملت هنا قرع العسل وقطعت حته، وبصوا الجمال وقطعتها جميله ازاي. بصوا حلاوتها والحلاوه بتاعتها وطعمها حلوه جدا. ده قرع العسل بالبشاميل الحلو، جربوه كده وجربوا طعمه. بصوا يا جماعه طعمه حلو قوي قوي، وبسيط وسهل وما بياخدش منك وقت، هو مجرد السوى. تعالوا بقى مع بعض كده هنشوف احنا عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي، وهنشوف عملنا الجمال ده ازاي. والطعم حلو جدا، حلو 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 يعني، وحاجة حلوة في البيت يعني. عندك قرع عسل، عندك بطاطا، عندك اي حاجة هتعملها بنفس الوصفة دي هتدي طعم وهتدي كل حاجة حلوة. مع بعض بقى وتعالوا نشوف احنا عملنا ايه، يلا بينا. بصوا حبايب قلبي، ده قرع العسل اهي شايفينها، دي قرع العسل ماشي. دي بغسلها اول ما بتيجي كده، واقطعها واحطها على النار، واحط عليها السكر بتاعها المظبوط حسب ما انت بتحبيه، يستوي معاكي. نهرسه بالهراسه بالمنظر ده اهو. انا كان في حته وانا بعملها بس الفيديو للاسف راح مني، يعني مش عارفه بقى فصل ايه اللي حصل اهو. مع بعض وانا كنت بقطعه بره لكم اهو. تهرسيها اول بالمنظر ده كده، زي اكنك بتهرسي بطاطس مهروسه، ما بتاخدش من ايدك دقايق انها بس سوى الحاجه، يعني الحاجه بتستوي معاكي بس اهو. دي صينيه قرع العسل، نجيبه نغسلها كده وهي بقشرتها، نقطعها نحط عليها السكر بتاعها اهو، ونهرسها بالطريقه دي ماشي، ويكون سكرها مظبوط. ونحط بقى اول ما ننزلها كده عليها ورق الفانيليا، او ممكن ما تحطيش ورق الفانيليا، ممكن تخلي ورق الفانيليا مع البشاميل اهو. هنا ده لبن نص كيلو هعمله على الصينيه دي، هنعمل بشاميل عادي خالص بس بسكر وبدون اي حاجه تانية، اي اضافات تانية الا ورق الفانيليا. لو قرع العسل حسيتين هو مسكر يبقى البشاميل هنعمله بدون سكر ماشي. مع بعض بقى بصوا. طيب انا هقطع لكم دي معانا مع بعضينا اهي، اهي هكملها نقطعها كده بالمنظر ده، وبقشرها اهو، بقشرها كده اكنك بتقشري بطاطس، بتقشري حاجه بالمنظر ده ماشي. هعمل لكم دي برضو مع دي اهو، نيجي عند القلب كده ونقطعها مكعبات بالمنظر ده بالمنظر ده كده، بتتقطع اقطعها بقى كلها كده. عايزة بقى تقطعيها كده، قطعيها اهو، تفضي منها البذر ده كله بفضي منها البذر. بس نصيحة بقى، دي ما بتتغسلش بعد ما تتقطع، يعني هي انتوا كده على طول اهي قطعوها كده زي الاناناس، وتقطعوها مكعبات وتحطوها على النار مع السكر اهي ماشي. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو اهو بالمنظر ده كده. ممكن بقى تاكليها ساقعه، تاكليها سخنه اهي، كل ما ترققيها قطعيها اي تقطيعه تستوي معاكي بسرعه اهي. نيجي دي كده بقيه القشره اهي بالمنظر ده اهو، شايفينها اهي. مع بعض بقى نحطها على النار واوريها لكم هنعمل ايه مع بعضين. بصوا حبايب قلبي، بنحطه زي ما هو كده
بعد ما قطعته نحطش عليه ميه، نحط عليه السكر بالمنظر ده اهو. بس اوطي بقى عليه الميه النار شويه، ايه ما خليش النار عاليه بس، ومع بعضه بقى بينزل ميته والسكر بيحل معاه وبيستوي في الميه بتاعته والسكر، ما بنحطش عليه اي ميه خالص. بصي يا قلبي، هنا البشاميل هعمله زي ما انتم شايفينه كده بدون اي حاجه، انا بس هحط حته سمنه بلدي في الاخر خالص على الوش. هاجي هنا ادي معلقه دقيق، ادي اتنين، ادي تلات معالق دقيق. ماشي، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، مع معلقه نشا واحده اهي، معلقه نشا واحده. هقلبهم بقى كويس مع بعض واحطهم على النار. اول ما يتعمل بقى كده هحط عليه ايه، ورقه فانيليا. هقلبه الاول على البارد كده اهو مع بعض. ماشي، لا مؤاخذه اهو، هقلبه بقى كده كويس قوي 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 واعمله على النار واورهم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا عليت عليه النار، بصوا شايفين نزل ميته ازاي، نزل ميته مع السكر. ما بنحطش عليه ميه عشان بس يكون عندكم علم، ما نحطش عليه ميه خالص. يستوي بقى كده، ههرسه مع التاني اللي في الصينيه واحط عليه بس ايه، نص معلقه سمنه بلدي هنا كده. ماشي، وهاجي هنا للبشاميل، بصوا يا قلبي ادي هنا اهو، ادي البشاميل اهو شايفينه، حته بس اهي، يعني يعتبر نص معلقه سمنه بلدي تطعم بس البشاميل، وبيبقى ايه طعم حلو كده وجميل اهو. نقلب بس فيه كده على طول، علينا النار عليه اهو، يبقى جميل كده. ماشي، كل حاجة قدامكم. وادي هنا اهو القرع اهو زي ما وريتكم اهو، عمال ينزل في ميته، هينزل ميته وهيشربها هيستوي فيها مع السكر اللي احنا حطيناه اهو. مش هنحط اي اضافات تانية خالص، وبعد كده نحط البشاميل على الوش وندخله الفرن، هياخد بس وش اهو. بصوا قرب كمان اهو يستوي، شايفين اهو، هوريه لكم بقى يستوي، وهوريه لكم انا بحط البشاميل على وشه. وهنا خلاص البشاميل اهو. بصوا يا قلبي، ده اللي انا كنت عاملاه معاكم في الاول خالص، ودي اللي احنا قشرناها وعملناها مع بعض. خلاص كده، دي بصوا شربت ميتها وخلاص استوت ازاي، ما فيهاش اي حاجه خالص. هحط دي على دي طبعا كده اهو مع بعض، ههرسهم او برضو بالهراسه عشان يبقى كله زي بعضه. عشان حطيت حته سمنه بلدي يبقى كله متطعم زي بعض. خلاص كده اهو كله زي بعضه اهو. بص الجمال والحلاوه، بصوا حلو ازاي. اظبط بقى الصينيه واوريها لكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا فضيته على صينيتين لان لقيته كان على صينيه واحده هيبقى كتير قوي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ادي هنا البشاميل، البشاميل الحلو اهو، هو بس يخش بقى الفرن. بس كده اهو نسويه كده ونخش بقى الفرن. عايزينه بقى تاكلوه ساقع ماشي، عايزين تاكلوه سخن ماشي، اللي انتوا عايزينه. دي حاجة. الحاجة التانية، عايزين برضو مكسرات ماشي، انا عندي كتير ما بيحبوش المكسرات، بخليه سادة. اللي عايز بقى مكسرات ممكن احطوله على الوش كده على الخرطة بتاعته. هدخلهم بقى الفرن واوريهم لكم اول ما يطلع على طول. بصوا حبايب قلبي كده قرع العسل خلص، بصوا الوش وبصوا الجمال، بصوا الحلويات شايفين، بس طبعا سخن
انا برضو قلت اطلع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. عايزه اطلع لكم حته كده، بس عارفين بقى لما يبقى سخن بيبقى لما يبقى ساقع، يعني في ناس تحب تاكله كده، بس لما يبقى ساقع بصوا الفرقه. بصوا المنظر، خليها بقى دي كده، ده يسقع بقى شويه تاكلوها وهي ساقعه حلوه قوي، وفي ناس تحبها سخنه، يعني كل واحد حسب الرغبه بتاعته. بصوا يا جماعه، بصوا جمالها، بصوا تحفة، حلوة جدا. بس انا من رأيي لو ساقعة هتبقى جميلة قوي، يعني بجد هتبقى احلى واحلى، وهيبقى طعمها احلى، حلوة قوي قوي قوي. يا سلام بقى، يا سلام، بصوا الجمال، بصوا حلوة قوي. بألف هنا وشفا طبعا اللي بيشوف، وألف هنا وشفا اللي بياكل، ويا رب يا رب كده تكون كل حاجه بعملها لكم تكون كل وصفاتي سهله وبسيطه. وجربوا معايا قرع العسل ده بالبشاميل الحلو، طعمه جميل جدا. ان شاء الله اشوفكم في كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.